الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله. وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجابهم يسوع: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد،
لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.